فيلم كيوس. تبدأ قصة الفيلم بعملية سطو على بنك من قبل مجموعة من العصابة، ونشوفهم هم ياخذون كل الموظفين اللي بالبنك كرهائن، او بعدها يفجرون باب الخزنة. او هسه نشوف واحد من الموظفين وهو يدق جرس الانذار اللي موجود بالبنك، وهو بلغ الشرطة، لكن واحد من العصابة لما يعرف يقتله. فالمحقق كالو يوصل للبنك ويحكي ويا رئيس العصابة، فرئيس العصابة يهدد كالو ويقول له اذا احد من عندكم هجب عن البنك انا راح اقتل كل الرهائن. او يطلب من قالوا ان يجيبوا له المحقق كونيريس على مود يتفاوض وياه. وهسه نشوف المحقق مارك والضابط شين وهم رايحين لكونيريس، وهم طلبوا منه انه يساعدهم بهاي المهمه، لكن كونيريس رفض المساعده لان هو مفصول من الخدمه من سنوات طويله. والمحقق مارك يطلع الرتبه مالته وينطيها لكونيريس ويرجع للخدمه، وبالفعل كونيريس يوافق ويوصل للبنك. لكن المحقق كالو يعترض على وجوده ويقول لهم انه انا اللي استلم المهمه لان انا اللي وصلت بالبدايه. بس مارك رفض تسليم المهمه الكالو، فهو امره انه يروح او كونيريس ياخذ مكانه، او كونيريس هنا يستلم المهمه. فيتصل على رئيس العصابه ويعرف انه هو اسمه لورينيز، ولورينيز قال لكونيريس عدد الرهائن اللي عندي 40 شخص وانا قتلت واحد لان هو رن جرس الانذار. فكونيريس يقول له شنو مطالبك او المطلوب من عندنا على مود ما تقتل الرهائن. فلورينيز يقول له انه انا بالوقت الحالي ما عندي مطالب، لكن اذا صارت عندي انا راح اخبركم او انتظروا لحد شروق الشمس. فالمحقق كونيريس يطلب من اللي وياه انه يستعدون لانه راح يهجم على البنك. ونشوفه هو يحكي ويا قائد القوات الخاصه، او قائد القوات يقترح عليه انه يخلون القنابل على باب البنك ويفجرون الباب، لكن كونيريس رفض. فيقول له ترى ماكو غير هاي الطريقه لان الابواب الكترونيه. فكونيريس يقول له احنا نقدر نقطع عليهم الكهرباء ونفتح الابواب، بس وحده من المفتشات تقول له انه البنك بي محطه كهرباء خاصه، وحتى لو نقطعها المحطه راح تمدهم بالكهرباء بعد 3 دقائق. او هسه نشوفهم وهم استعدوا على مود يهجمون على البنك، لكن كل اللي يصير خارج البنك رئيس العصابه لورينيز كان يدري بيه لان هو مراقبهم، وهو يشوفهم وهم تحضروا للهجوم. فلورينيز يامر حراسه انه ياخذون 2 من الرهائن ويعلقوهم بواجهه البنك من الداخل، او كونيريس يشوفهم فيطلب من قائد القوات الخاصه انه يتراجع عن الهجوم وانه يغيرون الخطه مالتهم، بس قائد القوات الخاصه رفض التراجع، وهو هجم على البوابه الرئيسيه للبنك، واول ما يهجمون القنابل اللي ناصبها لورينيز تنفجر، فتصير ضجه والناس اللي قريبة من البنك تركض بسرعة، والرهائن كلها تطلع وتهرب. فتدخل الشرطة للبنك، لكن العصابة كانت هاربة، بس هم لقوا القفازات مالتهم. أو بالوقت هذا الضابط شين كان يسمع المكالمات اللي صارت بين رئيس العصابة والشرطة. أما كونيريس فرجع تصوير كاميرات المراقبة كلها، بس هو ما وصل الشيء. أو بعدها قابلوا ضابط فيدرالي اسمه عمر، وعمر يقول لهم أنه قبل كم شهر صارت نفس هاي الحادثة، وهي عصابة هجمت على بنك بنفس الطريقة وهي فجرتها، لكن اخذت المال الموجود بالبنك. او مارك يتعارك ويا كونيريس لان العصابه هربت منه. او بعدها نشوف الضابط شين وهو قاعد ويا كونيريس بالمطعم وقال له انه رئيس العصابه لورينيز حكى بصيغه النظريه اللي اسمها نظريه الفوضى، او مؤلف هاي النظريه اسمه ادوار اللي يحكي بها عن الظواهر العشوائيه. او فجاه يجي نداء ضروري لكونيريس من جهاز لاسلكي، او كونيريس يلبي النداء او يدفع فلوس الاكل ويطلع. وبثاني يوم بالبنك يرجعون كاميرات المراقبه ليوم الانفجار، فيشوفون واحد يركض اسمه دامون، او دامون هو مجرم او كان مسجون سابقا لمدة 2 سنين، وهو متزوج من بنية اسمها جينا. فكونيريس والضابط شين يروحون البيت جينا ويكسرون الباب ويدخلون، وهنا شين لزم جينا وقبض عليها. او دامون يهجم عليهم وراد يضرب كونيريس برصاصة، بس شين نقذه باللحظات الاخيرة. او دامون بسرعة هرب من الشباك او نزل من الدرج الخارجي، وهنا شين نزل ورا وبقى يطارده، فدامون صعد سيارته، لكن شين بقى يضرب عليه الرصاص. او دامون بسرعة دعم شين بالسيارة وقع بالأرض وهرب، لكن شين قام وركب دراجة أو لحقه أو دخل بالجراج على مود يقطع عليه الطريق، وهو بقى يطارده لحد ما زلقت الدراجة وانقلبت وشين وقع على الأرض. أو فجأة يوصل كونيريس بسيارة الشرطة ويضرب دامون ويقبض عليه، وهنا هم رجعوا البيت جينا، والدكتورة عالج كتف كونيريس. أو كونيريس يسأل المحققة عن دامون، فتقول له إنه هو بالمستشفى وهو فاقد الوعي، لكن حالته مستقرة. أو بعدها شين يقول لكونيريس إنه جينا عمرها 28 سنة وعدها أطفال 2، وهي كانت مسجونة من قبل بتهمة تجارة المخدرات. وبنفس الوقت المحققة مارني تنادي عليهم، وهي تشوفهم حقيبة الفلوس اللي لقيتها ببيت جينا، وتقول لهم إنه كل مصرف أو بنك إلى رباط فلوس خاص بي، وهذن الفلوس يعودن المصرف ناشونال اللي انسرق منه 500,000 دولار قبل مرور 4 أشهر، لكن تم القبض على العصابة ورجعوا 400,000 دولار من الفلوس اللي انسرقت. وهنا يطلع المحقق كونيريس ويسأل الباقين ويقول لهم من اللي استلم قضية سرقة بنك
بانك ناشينال، فيقولوا له المحقق كالو، او بعدها كونرس يروح يحقق ويا جينا ويسالها عن الفلوس اللي لقوها ببيتهم، فتقول له اني ما اعرف شيء بخصوص الفلوس والبنك. او كونرس سالها اكثر من سؤال لكن ما حصل اجابه وهي ما قبلت تعترف، فكونرس هددها باطفالها وقال لها راح اوديهم الدار الرعايه. فهنا جينا تخاف على اطفالها او تحكي كل شيء تعرف الكونرس. او بعدها هو وشين يروحون المركز الادله ويلتقون بالشرطه اللي اسمها هاري، او هاري يطلب منهم يوقعون قبل لا يدخلون للمركز. فهم الاثنين يدخلون للمركز لكن ما يلقون الفلوس. او كونرس يسال هاري ويقول له منو اخر واحد اجى لهنا، فيقول له المحقق كالو، وهو يشوفه توقيعه وهو داخل للمركز من قبل اسبوعين. فيجتمعون كلهم بمكتب مارك، او كونرس يقول لمارك انه كالو قبل اسبوعين رايح للمركز وماخذ الفلوس، لكن مارك ما صدق بكلام كونرس، والمحققة اللي وياها متأكد كلامه وتقول لهم انه كالو قبل فترة مر بأزمة مالية لدرجة انه زوجته طلبت الطلاق منه، او يمكن هو اخذ الفلوس وانطهن زوجته. وهم دا يحجون يجي اتصال للمحقق مارك يخبروا بي انه كالو انقتل، فيروحون البيت كالو ويلقوا بالفعل مقتول، وهم حققوا ويا زوجته، وقالت لهم انا وصلت للبيت قبل 45 دقيقة ولقيته مقتول، والجيران ما سمعوا شيء ولا احد شاف شيء. او بعدها يلقون اوراق ومخططات مالت مصرف فياخذوهن وياهم. وبنفس الوقت يجيهم اتصال من لورينس، وهو قال لكونرس لا تدور على كل النقاط او تجمع الاجزاء سوا، لان انا راح انتقم منك واعاقبك عقاب شديد. او بالليل كونرس يرجع يعيد كاميرات المراقبة اللي بالبنك، وهم فحصوا البصمات اللي موجودة على الجهاز. فهنا هو يطلب من موظف المراقبة انه يخترق نظام الحماية للبنك، فيلقون شخص ثاني من افراد العصابة اللي كان اسمه كريسلي. وهسه نشوف كونرس وشين وهم رايحين المكان كريسلي، او بالطريق هو يقول لشين عن حياة كريسلي ويقول له انه هو موظف بشركات البرامج، لكن مرة من المرات قبضوا عليه بتهمة السرقة وانسجن لمدة سنتين. بس كريسلي هو عبقري جدا، فشين يسأل كونرس عن سبب فصله من الخدمة، فيقول له المحامي اللي وكلته بالقضية مالتي خائن واتهمني بالفساد، والهيئة اقتنعت بكلامه وانا انفصلت من الخدمة. او بعدها هم يوصلون البيت كريسلي، لكن المفاجأة هي انه لورينس وصل قبلهم وقتل كريسلي. فكونرس وشين سمعوا صوت الرصاص ودخلوا للبيت بسرعة. او كونرس شاف لورينس وهو جاي من ورا شين وراد يقتله، بس كونرس ركض بسرعة ونقذ شين باللحظات الاخيرة. او بعدها لورينس هرب، او كونرس وشين حاولوا يلحقوه لكن هم ما قدروا. وبنفس الوقت يوصلهم خبر عن دامون اللي هو قاعد من الغيبوبة، وهم الاثنين يروحون للمستشفى. او كونرس يطلب من شين انه يحقق ويا دامون، فشين يسأل دامون عن الفلوس وايضا سألوه عن البنوك، لكن دامون كان رفض انه يعترف. فشين يطلع عبرة المورفين ويهدد دامون انه اذا ما قال راح يخليها بالمغذي مالته، وبهيك حالة هو راح يموت. فدامون ما يخاف ويبقى رافض، وشين يخلي الابرة بالمغذي، فدامون يخاف ويعترف. وبثاني يوم مارك يجتمع بيهم ويقول لهم الاعتراف اللي قاله دامون يبين انه الاسم الحقيقي لورينز هو سكوت، والاسم الكامل هو سكوت كيرتس، وهو اخو جون كيرتس اللي قتل كونرس بشارع بيارل. فيعني اللي بقى من افراد العصابة هم لامار وكساندر اللي راح يلتقون اليوم، وعدنا العنوان والوقت مالت اللقاء مالتهم. او بالليل نشوف كونرس وشين وهم رايحين للبيت اللي راح يلتقون بيه لامار وكساندر. فشين وكونرس يوصلون للبيت ويلقون المحقق فينيس والمحققة وهم واصلين قبلهم. ففينيس يطلب من كونرس انه يهجم عليهم، لكن هو يقول له اصبر لحد ما يجي لورينس. او فجأة يرن موبايل المحققة، وهنا لامار وكساندر يسمعون الصوت ويرمون الرصاص على سيارة فينيس والمحققة. او كونرس وشين يدخلون للبيت من الباب الخلفي، او فينيس والمحققة يدخلون من الباب الامامي. فهنا هم شافوا صور كونرس وهي معلقة على الجدار بشكل كبير. او فينيس والمحققة يهجمون على كساندر ويقتلوه. فكونرس يدخل الوحدة من الغرف ويلقى لامار، وبنفس الوقت هذا المحققة شافت قنبلة بالبيت فصاحت على الكل على مود يهربون، وهي طلعت هي وفينيس وشين بسرعة من البيت، وهنا القنبلة انفجرت. لكن كونرس كان لحد الآن وهو باقي يتعارك ويا لامار، فتنفجر القنبلة الثانية وكونرس يموت. ولورينس كان يشاهد من بعيد ويفرح لأنه بالأخير قدر أنه يقتل كونرس. فتوصل سيارات الإطفاء وتطفي الحريق وتطلع الجثة من البيت، والمحققة تحزن على موت كونرس وتتعارك ويا مارك وتقول له أنه أنت السبب بوفاته. وبثانية موظف مراقبة الكاميرات يجي للضابط شين ويجيب له أوراق ويقول له كونرس قبل ما يموت طلب مني أخترق نظام البنك وأنا قدرت أخترقه، وعرفت العصابة ليش ما سرقوا فلوس من البنك، لأن هم أصلا دخلوا فيروس بالنظام وقدروا يسرقون من خلاله $1,000,000. وهذا الفيروس عمله هو يسرق من حساب كل شخص بالبنك $100 أو يجمعهم لحد ما يصيرون $1,000,000 على مود ما حد يحس بيهم. فشين يتذكر كلام لورينس من قال لهم انتظروا شروق الشمس، وهنا شين يسأل موظف المراقبة ليش ما رسلوا الفيروس عن بعد. فموظف المراقبة قال له لأنه الاختراق لازم يتم عن طريق الحاسوب الأم. أو بعدها نشوف شين وهو طالع أو يتصل عليه
شخص مجهول او يطلب منه ان يبتعد عن القضية ويطلع منها، لكن شين يقول له انه انت قتلت ضباط شرطة ما لهم ذنب. فالشخص المجهول يرد عليه ويقول له انه هم يستاهلون، فكالو حقير او كونرس يستاهل. او شين يقول له بس انا عرفت حقيقة المليون دولار. او شين يروح على مكتب كالو ويدور بيه فيلقى اوراق، واثناء ما هو يبحث يجي مارك. او شين يقول لمارك كل شي صار وياه وعن مكالمة الشخص المجهول اللي قال له عن كالو حقير، لكن مارك ما يهتم الكلام شين ويعوفه ويطلع. او بعدها شين يروح لهاري وبدأ يحقق وياه ويسأله عن سبب اختلاف التوقيع مالت كالو او ورقة الدخول اللي شوفها إلهم، او ايضا عن اوراق كالو الاصلية، ويقول له خلتنا نتهم كالو بالخيانة والفساد لكن انت اللي طلعت فاسد. فهاري هنا يخرج عن صمته ويحكي شين قصة شارع بيارل، ونشوف كونرس ولورينز وهم محاصرين مجرم والمجرم لازم رهينة. او لورينز كان يريد يقتل المجرم لكن توقع الرصاصة والرهينة وتموت، فكونرس يقتل المجرم. او بعدها شين يحصل رقم شخص اسمه يورك ويحدد مكانه، وهم عرفوا مكان لورينس. او هسه يشوف لورينس وهو طالع من المطعم ويشوف شين والمحققة وهم محاصرين، فلورينس يهرب ويدخل للمطعم ويلزم صاحبة المطعم كرهينة. وهنا المحققة تروح على لورينس من الباب الخلفي وكانت تحاول انه تقتله، لكن هو حس عليها وضربها برصاصة بكتفها. او بعدها تصير مواجهة بين شين ولورينس لحد ما الرصاص مالتهم يخلص، ولورينس هرب وختل بالسفينة. فشين بقى يدور عليه لكن لورينس هجم عليه بسرعة وخنقه، فشين دفعه او اخذ سلاحه ورمى رصاصة عليه وقتله. او يرجع شين ويطمن على المحققة او يشرب القهوة، او بعدها يطلع فلوس على مدينة صاحبة المطعم، فهو يلقى الفلوس اللي اخذها من كونرس بوقت اللي كانوا ياكلون بالمطعم واجاهم النداء. وهنا شين يشتم رائحة عطر غريبة بالفلوس واتذكر كلام المحققة مارني عن رائحة الفلوس المسروقة، فعرف انه اكو شي غلط. وهنا شين رجع بسرعة لمكتب كونرس وبدأ يدور بيه، فيلقى كتاب اسمه نظرية الفوضى، ولفت انتباهه اسم جيمز مكتوب على الكتاب، فاكتشف انه كونرس عايش وهو ورا كل اللي صار، وايضا عرف انه هو اللي سرق الفلوس. فشين اتصل بالمطار وسألهم اذا اكو تذكرة باسم كونرس او جيمز، فيقولوا له اي اكو تذكرة باسم جيمز. وشين يروح للمطار ويسأل الموظفة عن رقم الطائرة اللي بيها جيمز، وبنفس الوقت كونرس يتصل على شين، فشين يقول له انا عرفت كل شي عنك. وكونرس يقول له اي انا اللي فجرت البيت وخليت النجمة ماتي على جثة لامار وهو اللي مات بمكاني. فشين يسأل كونرس ويقول له لعد ليش قتلت كالو، فيقول له لانه كالو لو باقي عايش كان خرب كل الخطة اللي انا سويتها، وهي هي طريقة نظرية الفوضى انه لازم يموتون بيها ناس ابرياء، واني اللي هنا اخذت حقي من الدولة اللي فصلوني عن الخدمة ظلم. فهنا كونرس يغلق الاتصال او يصعد بالطائرة وهو فرحان لانه فاز بالفلوس وانتقم من الاشخاص اللي فصلوه عن الخدمة ظلم. او لهنا تكون نهاية الفيلم. سويت لكم قناة خاصة بالافلام والمسلسلات الهندية، راح نبدأ ننشر بيها جميع الافلام الهندية اللي انتم تطلبوها، رابط القناة راح يكون باول تعليق مثبت وراح يكون بداخل الوصف، او تقدرون تبحثون عنها من خلال كتابة باليوتيوب مستر هندي. لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.